بحب اني استقبل اليوم معي وكثير مبسوطه انه موجود معي كمان الفنان مازن نجم، رح يخبرنا اليوم عن اعماله ورح نعرف اكثر عنه. شو اخبارك؟ والله تمام، اشتقت لك كثير. وانا كمان. هلا اكيد رح نحكي. مازن اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. مازن نجم فنان من اكثر من 9 سنين بغني واكيد عنده اعمال لكن عم بيطلع درجه درجه. صح. لليوم ما عندك ولا كليب بس قريبا رح يكون في معي. اكيد اكيد. مازن خبرنا هيك عن نشاطك، شو عم تعمل هيدي الايام؟ شو عم تعمل هالايام؟ اول شيء مساء الخير لكم للمشاهدين. ما بعرف شو بدي اطلع مع حكي من بعد حكي عن بيروت، هي الاساس. اعمال مازن نجم هي هلا عم بشتغل على سينجل جديده من كلمات والحانه، وان شاء الله رح تتصور كليب كمان. نعم. وبتعرفي انت هلا نحن بصيفيه وموسم مهرجانات. أكيد. الحمد لله يعني معجوقين هلا اكثر بالمهرجانات من هالمنطقه للشمال للمتن، يعني الحمد لله. حلو. واجواء حلوه صيفيه، بدنا ننبسط وبدنا نعيش الفرح بهذا البلد لانه خلص صرنا بحاجه. اكيد، وخاصه نحن الحمد لله يعني معروف عنا انه بالصيف المصايف والمهرجانات، وعم بيطلع معنا ببرنامجنا وعم بيخبروا عن مهرجانات اهدنيات وجبال وغيرها وين يعني كل المناطق. عن جد ان شاء الله هيك السلام يا عم كل بلداننا. مازن يعني دائما بسال الشباب الصغار، وكثير في اسامي وكثير في مطربين، يعني كيف الواحد بيعمل، شو عم تعمل لتقدر تقلع بين هالاسامي؟ اول بالبدايه انا اطلعت لقيت انه في عدد كبير من الاسامي، هيدا الشيء كان حافز لإلي وهيدا الشيء بيعطيك حافز تشتغل اكثر على حالك. بالنهايه الانسان ما ببين غير ما يكون عنده شيء مميز، ولما يكون في فنان حتى لو كان شاب وبعده مبتدئ بالنسبه للاسامي الموجوده، اذا عنده شيء مميز بده يظهر، بده يبين بنقطه معينه. وانا عم جرب اشتغل على التفاصيل الصغيره كرمال تنجح بالقصص الكبيره والعامه. ودائما نحن بنقول انه اللي بيستعجل كثير اكيد اكيد يعني حلو الانسان يطلع بخطى ثابته يعني. اكيد رح نرجع معك نشوف خاصه في استاذ حتى كمان اسالك اسئله. أه. اذا عم تتمرن كيف بتقضي ايامك وهيك، بس بدنا نسمع صوتك. شو بدك تسمع؟ كرم عيونك. يلا بسمعك غنيتي الاولى اللي أكيد. نزلتها. نسمع غنيتك الاولى اكيد. لو عغيرك تطلع هقود عيون اللي زاغوا، انا صفى نصي بالبيت. قولي بدك تغني معي. لا يا حبيبي. واشرب اعصابي ارتاخوا، بدي اشرب عمزاجي وعلى راحتي خليني لغنجك انا بحاج. قد ما فيكي سيريني، زق لساني وناداتك باسم تاني مرقيها، لا تشيليني من قلبك والسنين هيك تكبيها، هيدي الساحة حسابك يلا ارقص مقابلي، هزي هزي بجنابك بايدك بوسي وديلي، ما وعيت باول بوسي تاني بوسي لبيني، لا تكوني بخيلي من قلبك يلا اعطيني. ثانك يو. صوته حنون. ما هيك مازن؟ بس اكيد رح نرجع معك استاذ احمد. انت كمان يعني بتمثل، وانا مأكده انه يعني رح يكون لك مستقبل كثير حلو بالتمثيل. بس هل يعني انت بتفضل انه يكون الشغل التمثيل اللي بدك تشتغله بالمستقبل يكون استعراضي بتغني، يعني ما تنفرد بس تمثيل وبعدين غناء، ولا كيف؟ شو يعني شو بتطمح؟ بطمح لاجرب كل شيء وكفي بالشيء اللي بنجح فيه. نعم. يعني ما بحب كون عم بتعدى على شيء، انا هلا هيدا اول هلا عم نصور فيلم، اول عمل رح يكون اول تجربه تمثيل. نعم. لإلي ان شاء الله تكون ناجحه يعني، ان شاء الله يا رب. وخاصه اخذ دور بعيد كثير كثير عن شخصيه مازن. ما بعرف، هو فيلم كوميدي بيضحك وانت ادرى العالم يعني، لانه حضرتك ضيفه فيه. ان شاء الله خير. ان شاء الله يعني هذا الفيلم ان شاء الله بكون تقليعه كثير كبيره للافلام اللبنانيه، لانه
في شغل حلو كتير. بدنا نسمع منك غنية كمان، بتحب تسمعنا لإلك ولا لحدا؟ بسمعك لإلي وكلمات وألحاني. هاي الأغنية سربت على السوق من شي شهرين أكيد، قريت بس حطت بالصحافة وحكى عن الموضوع. نزلت منا كاملة بعد كانت، وهلأ إن شاء الله بأول الشتوية، لأنه هي ستيل كمان رومانسي مش خارج صيفية. بتقول حبلش من نصها. قاعد وحيد بليلة يواسيني صوت الخيلة، بعدك مالي حيلة، شو سوي بحالي معاك؟ قلبي اللي احترق عفراقة ما ظن بيشفى بيوم، عايش لحظات غيابة، صيفي قالب غيوم، صيفي قالب غيوم، يا هوا قاعد لوحدي أسولف عن ألمي، شايل دمعات عيوني وتارك قلبي وياه. هيدي حلو كتير، هي خليجية هيك. هيدي كلمة البيضة، هيدي من كلماته ألحاني. والاغنيه السنجل الثاني كمان من كلمة. طب هل بتعتقد كمان انه المطرب لما بده يقلع تيكون بين الاسامي، يعني ما لازم يعني يستعين بملحنين اكيد. انا اول اغنيه غنيتها يعني اللي هي اول وحده نزلت هي من كلمات الشاعر رجاء كعدي والحان وتوزيع وسيم البستاني. نعم، يعني اكيد انا متمنى انه تنزل الغنية بالحقيقيه يعني مظبطه. يلا اكيد ان شاء الله خير انه نشوف لك كليب. بدي بر ما الدنيا إذا الله عطاني عمر، بدي عود الأيام اللي راح من عمره، بدي بر ما إذا الله عطاني عمر، بدي عود الايام اللي راح من عمره، بدي غني لا غني لا اطلب من الله وصلي لا، بدي شيل طلوعه وضوي لا، بدي شيل طلوعه وضوي لا طلوعي شمعات، بدي كل الورد الاحمر شمالك بقال، بدي انا بليله عيدة اهديها القمر بايده، صدقني مش عم زيد اذا الله عطاني. الله 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 يا صار غنية حلو برا. كمان انت غنيتها بطريقة كثير بحب لما المطرب مفعل فيها، يعني لما المطرب يعني بغني لمطرب معروف بس ما يقلده صحيح 100%. مازن بتدق آلة موسيقية؟ بدق اورك. بدق اورك. قد ايه بتتمرن تقريبا بالنهار؟ ولا حسب؟ حسب، كنت اكثر بكثير بس هلا صرت كل يومين يمكن. الوقت الوقت ما هي مشكلة الوقت. رجعت لك مازن، رجعت لك كمان بدي اسمع الصوت الحلو. مازن نحن بدنا نسمع هيك يعني كم مقطع من اغانيك. ايه فاكيد بدنا نسمع على اغاني لمازن مسجلين استوديو هيك هيك نرجع نتذكر مزبوط مين اللي غنى هالاغاني. أنا نويت هالمرة نظهر نسهر شي سهرة، كيف نشرب ونغني من هلأ لا بكرة، أنا نويت هالمرة نظهر نسهر شي سهرة، كيف نشرب ونغني من هلأ لا بكرة، زق لساني ونادعتك باسم تاني مرئيها، تشيليني من قلبي والسنين هيك تكبيها، يا هوا قاعد لوحدي اسولف عن ألمي وبقى، شايل دمعات عيوني وتارك قلبي وياك، يا قاعد لوحدي اسولف عن ألمي وبقى،
شايل دمعة عيوني وتارك قلبي وياه، قلبي اللي احترق عفراقه بظنه بيشفى بيوم عايش لحظات غيابه، صيفي قالي بغيوم قلبي اللي احترق عفراقه بظنه بيشفى بيوم عايش لحظات غيابه، صيفي قالي بغيوم. ولا شركة إنتاج تعاقدت مع هيك مازن؟ صار في لقاءات كتير كان جدية ومهمة، كان في اتفاق على كتير قصص وكتير نقاط، بس وصلنا لمحل طريق مسدودة لسبب كتير بسيط يمكن بالنسبة لهم بس كتير مهم بالنسبة لي. أنا بدي شركة إنتاج تتبنى أحلامي، أنا ما بدي شركة إنتاج بس تكون عم تزود أموال وتعمل لي عجقة أعمال. أنا بدي في عندي أحلام بدي شركة إنتاج تتبنيها. على هذا الاساس انا عم انت عم تكمل دراستك شو عم تكمل؟ اكيد انا هلا الكوتش تبعه اللي بتوجه له تحيه كثير كبيره توني بايع. نعم ومن عن جد نحن بنوجه له تحيه وبيلعب هذا الاساس، كان ضيف معنا باحدى الحلقات أكيد. وبس نسيت اشكر بالنسبه للاغنيه الثانيه المسربه، بدي اشكر الموزع واستوديو كارنو بغداساريان، كمان شاب طموح وكثير شطور. حلو. يعني هلا شو عم تكمل دراسه؟ هلا كله بالميوزك يعني. ايه كله بالموسيقى. هلا اكيد نحن رح نرجع نختم معك، بدنا نسمع صوتك اكيد، بس طب مازن شو يعني الوقت بيمرق بسرعه مزبط. يعني شو بقول اسعى يا عبدي وانا اسعى معك مزبط. يعني عرفت انه نحن الحمد لله يعني بقناه المرأة العربيه دائما عم نضوي على الوجوه الشغل كثير مهم، يعني الاصوات المهمه بلبنان وبكونوا طلعوا بفتره وغابوا وعم بيرجعوا. يعني القصة اللي عم تقوليها انه نعم. انتبه للوقت، القصة اللي عم بقولها عن شركات الانتاج بده يفوت معهم، بده يتنازل. نعم. إذا ما تنازل بلاقي حاله بلمح البصر راحوا 10 سنين من عمره. نعم. ما عرف وين راحوا. صحيح. بدك تنازل. يعني مش عن كل شيء مثل ما بقولوا بكسروا بشوي. مؤكد. هو هيك هلا مش يعني انه انا يعني عندي هودي القصص وما بتنازل عنهم، لا نعم. اكيد بتنازل، بس في قصص أساسية نعم. ما فيك يعني تتغاضي عن نعم. انه تحطيهم، لانه هودي بالبلان تبعه بخطه اللي انت حطيتيها براسك. نعم اكيد. انا برجع بقول لك انا لكم انتم الشباب كلكم اكيد بتمنى لكم النجاح من قلبي. مازن يعني هيك وفيني بدي احكي، خليني حركي شو اخذ دور بفيلم نسوان؟ خلي ما راح نحكي شيء، بس شو الدور اللي اخذه؟ انا قالوا لي انه كثير اشتغلت حلو، بس هيك خلينا نهوي شوي. كثير كوميدي عكس عكس شخصيتي، يعني كوميدي لدرجه لبسته، يعني اشتغلت على حالي. وعن جد بدي وجه تحيه لكل الممثلين اللي كانوا حدي وساعدوني، اكيد هن ذو الخبره يعني وبيعرفوا بالتفاصيل، وكل الناس اللي ساعدتني اكيد. انا كمان بدنا بس هيك على السريع، يعني فيلم سوان قريبا رح ينزل، ونحن انا بهني الكاتب والمخرج مزبوط. والمنتج لانه عم يعملوا شيء حلو كثير. بدنا بتحب تقول شيء قبل ما تغني؟ ايه بدي اقول ميرسي كثير للهي تي في وقناه المراه العربيه ولالك والضحك الحلو. المرأة العربية طيب إيه؟ والضحك الحلو يعني كل ما تطلع فينا بتريح. إذا حدا بحب يتبع أعمالي أكيد نعم. فيسبوك يوتيوب سلاش مازن نجم أوفيشل نعم. وفي كمان إنستغرام وتويتر أت مازن نجم. وبدي أشكر كل إنسان بيوقف حدي وهو من بعتبره من أصدقائي ومن عائلتي، والله يوفق الجميع. مين عامل لك هاللوك الحلو؟ كمان مصفف الشعر هو صديقي توني مارون. بنصح الكل يروحوا لعنده. اكيد اكيد. نحن بنختم مع مازن، يعني هو بده يختار غنيه. حلقه خلصت بسرعه ونحن كنا كثير مبسوطين. اهلا وسهلا فيك وشرفتونا. ما تنسوا اليوم حلقتنا بتنعاد 10:30 المساء، وبكره بنلتقى من جديد الساعه 4 بعد الظهر، وتضلوا بخير. وختم مع اوكي ثانك يو. كمان مع استاذ احمد بشكرك. خليك يا كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيه؟ كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيه؟ كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيه؟
كيف بتبعد عني وبعد ساكن فيه كيف يا حب الهارب من وعدك هارب من وعدك وحدك شاغل عمري وحدك شاغل عمري وحدك يا حب الهارب من وعدك هارب من وعدك وحدك شاغل قلبي وحدك شاغل عمري وحدك طفلو راكد خلف اللعابة أحفاد في الرصيف رصيف رصيف. Thank you كتير. هلا حبيبي.